لقد كنتم واضحين في كنت واضحة في في رسالتك وما هو موقفك في هذه في هذا الصراع الآن أعتقد أنه الوقت لفتح الباب للأسئلة للجمهور في مرحلة ما ربما قد نرجع للأسئلة أو سؤال ما حدث ماذا يحدث إذا لم يتم تبني اتفاقية وقف إطلاق النار في نيويورك وما هو موقف مجلس الأمن ربما يجب ان نركز على تلك المرحله مرحله ما بين الصراع الى الحل الدبلوماسي الذي يجب ان نحله <applause> ملسه تفضلي لدينا بعض الاسئله من الجمهور لدينا <applause> شكرا جزيلا لك ماريسا أعتقد أن الأمر كان واضحا جدا لن نشارك في, هذا في هذه الممارسات ممارسات إلا وإذا توقفت الحرب في غزة نحن كنا واضحين أن غاز وحدها أو الكلام عن غاز وحدها لن يكون كافيا سوف نكون مشاركين كلنا للمضي قدما بحل هذا الصراع الذي والحصار على غزة و لا ننظر على الصراع كوحدة واحدة ولكن ننظر إليه من بشكل طويل الأمد، إذاً الحل واضح جداً ما يجب علينا هو وضع حد لهذا الصراع ليس فقط إجراء ولكن خطة يمكن تطبيقها ومربوطة بحيز زمني عندما نقوم بهذا يجب أن نحرص أن نقوم بهذا بهذا الأمر هو الوحيد الذي سوف يجعلنا قادرين على تحقيق السلام والذي يحمي كل المنطقة من أن تعيش تلك الأحداث المروعة التي نراها حاليا الشيء الثاني الذي أريد أن أقوله أعتقد أن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة الإسرائيلية ما هو النقطة التي تريد ما هي النقطة التي تريد أن تصل إليها إلى غاية الآن لم نرى شيئا من سوى الانتقام على المدنيين لا اريد ان اتكلم عن الارقام مره اخرى ولكنها ارقام صادمه وعندما نتكلم عن تاثير هذه تاثير هذه الارقام عن الفلسطينيين فهي كبيره جدا يجب ان نطرح سؤالا اذا سألني شخص ما ما, هو ما تريد إسرائيل؟ أنا أريد أن أطرح هذا السؤال ماذا تريده إسرائيل؟ وهذا السؤال لطالما رفع منذ فترة طويلة هل تريد أن تكون لوحدها؟ لا نتنياهو قد برز وقال لا نفى الأمر تماما وقال أو عفوا لقد نفى حل الدولتين وبالتالي لا يريد أن يحل هذا المشكلة إطلاقا إذا كان يظن أن الفلسطينيين سوف يستسلموا على أو أن يتنازلون عن حقهم فهو مخطئ ما يقوله هو أنه يريد الصراع أن يتواصل أريد أن أركز على ما يحدث في الضفة الغربية هنالك مشكل أو, أو أكثر من 300 هجوم إرهابي بعد ما حدث في السابع من أكتوبر وهنالك هجمات إرهابية على الفلسطينيين ليس هنالك توسع سوف يفصل بين القدس والضفة الغربية وكان هذا وقد حدث هذا فقط منذ ثلاثة أيام الفلسطينيون يقولون أنهم لن يعترفوا أو معاملة الفلسطينيين بطريقة غير إنسانية تتواصل فالتحدي ليس فقط ما يحدث في غزة وأريد بالتالي أن أعكس السؤال ما كل التخوف أو التخوفات التي تحل بالأفق ما هو مصير غزة؟ أن تسمح عند قال نتنياهو أنه يريد أن يقوم بما يقوم بما يريد يريد أن يجوع الشعب ونواياه واضحة إذا نحن لن نشجع تلك الحقيقة المروعة التي إسرائيل كانت تفرضها على ولا تزال تفرضها على الضفة الغربية منطقه والان تقوم بذلك بألم اكثر واكثر ان هناك نقطة مهمة الفلسطينيون الذين تم ترحيلهم من الشمال إذا رأيتم الصور والفيديوهات هل يمكن أن يشرح لي شخصا لماذا هنالك الآليات الحربية في الشوارع لماذا إسرائيل يهدمون البنايات مثلا المحاكم ما هي الأهداف الاستراتيجية عوض أو من سوى بعث رسالة أنه نريد فقط التدمير، نريد التدمير والتجويع وما إلى ذلك، إذا دفعت كل شعب أكثر من 63% من سكان غزة أن يخرجوا من المنطقة من دون مستشفيات، من دون مصارف صحية، ومن دون أي مرافق من ذلك القبيل، أنت فقط تريد أن تجعلهم يحسون إحساساً ما. نحن كلنا قلقون. الجيران في مصر قلقون نحن قلقون نحن لن نسمح بحدوث ذلك بترحيل الفلسطينيين من اراضيهم ان هذا هذا يعني اعلان حرب ضدنا وسوف نعلم نعمل او نقوم بكل ما في وسعنا لايقاف ذلك لانه كلف هذا الأس الامن والسلم للمنطقه ما تقوم به اسرائيل هي ممارسات مروعه ووحشيه ضد الفلسطينيين ونعيش الان في واقع مؤلم والعالم صامت الان وهنالك دع... يجب ان تكون هنالك دعوه لوقف اطلاق النار واذا ما لم تقم بدعم هذه ال... الوقف لاطلاق النار الفوري فانت تدعم الماساه والممارسات البشعه. الشيخ محمد تكلم عن امر الرهائن ونحن ندعم دائما اطلاق سراح الرهائن. ما هو اخر مره تم اطلاق سراح الرهائن عندما كان هنالك وقف إطلاق النار أو نعم إسرائيل الآن لا تريد وقف إطلاق النار وهي تقول الآن أنها لا تريد أو, أو هذا مفاده رسالة أن لا تشجع إطلاق الرهائن إذا تقوم بأفعال ولا تفكر بالعواقب شكرا جزيلا معاليك أنا أحاول أن أتذكر ما قاله بلينكن في طوكيو منذ شهر آه لقد كذب بحلول العديد من المبادئ ولكن آه قال, دائم قال دائما المشكلة هي كيف لك أن تطبق هذا الأمر كيف لنا أن نقوم بهذا الحال هل شرحت لنا كيف سؤال يطرحه الجمهور بعدما أن يعمل المجتمع الدولي على حل أو كيف أن يجتمع المجتمع الدولي على حل هذه على إجراء أو وضع إجراء لحل هذا الصراع يجب أن نقوم بذلك إذا ما لم نضع حلا لذلك نحن نعيد السيناريو الذي جرى أه قبل سنتين وثلاث سنوات وما إلى ذلك يجب أن نلتزم كلنا بتحقيق السلام هذا هو هدفنا نحن أنا أؤمن أنها نية الشعب أو المجتمع الدولي ولكن يجب أن يكون لكل منا دور أه وخاصة في الشرق الأوسط لقد تكلمنا لوقت طويل على حل الدولتين وأن هنالك إجماع أه دولي حل الدولي لحل الدولتين انه هو الحل, الحل الحل لهذا الصراع ولكن لم نقم بما يكفي لتحقيق هذا الحل هناك دور يلعبه كل منا يجب أن يلعبه كل منا هنالك كذلك مسؤولية للمجتمع العام لكل منا مسؤولياته ويجب علينا أن نعمل ونقوم بما يجب علينا فعله لوقف هذه المعاناة والأحداث المأساوية وسفك الدماء يجب أن نضع حدا لذلك لا يمكنني إلا القول أننا ملتزمون نحن المجتمع العربي والمسلمين بس السلام. نحن ملتزمون ونشجع او ندعم حل الدولتين. شكرا جزيلا سموك ربما رئيس الوزراء لقطر وجهه نظرك ليس فقط على هذه القضيه نحن نريد ان نسمع وجهه نظرك. الامر متعلق بمستقبل الفلسطينيين وما هو دورهم او السلطات الفلسطينيه وما هي ما هو دورها؟ اعتقد ان زملائي قد تكلموا عن هذه النقطه بالضبط. اولا وقبل كل شيء لا يمكننا ان نتكلم عن النقطه المواليه اذا ما لم نضع حدا لما يحدث الان. اول مسؤوليه او اولويه لنا هو ايقاف الحرب وان نفاوض مساله الرهائن وبعدها نترك مسائل بعد الحرب الى بعد الحرب. ما نوع المساعدات او المعونات التي توفرها ربما المجتمع الدولي بالاضافه الى المعاونات الماليه والماديه من قبل بلدان او من البلدان المجاوره او اخرى؟ اذا ما لم يتم الدعم الدعم لاعطاء افق دبلوماسي يجب اذا ما لم يتم دعم هذا الحل باجراء سياسي سوف ينتهي بنا المطاف في نفس الوضع نحن نؤمن ان هذه المساله هي مساله تحتاج قرارا فلسطينيا بالاساس وثانيا تحتاج دعما من المجتمع الدولي لتوفير ما هو الافق السياسي على الاقل إعطاء مشروعية لهذه السلطة أمام شعبها. شكراً جزيلاً لك، أعتقد أننا نريد كذلك أن نسمع من السيد شكري السؤال الموالي والذي هو لدينا سؤالين عن حماس لأنه لم نذكر حماس سابقاً، كيف تحددون دور دورهم في هذا الصراع وبالخصوص حماس غير مهتم بحل الدولتين ووقف اطلاق النار كيف؟ ماذا على الحكومتين ان تقوما لتهميش او تفادي هذه النقطه كل الدول العربية التي او تدعم حل الدولتين اذا وجهة نظر حماس هي فكرة سادت في ال او سادت في ال الحيز او في المنطقه المحتله بسبب نقص الافق السياسي والانجازات لوضع الدوله الدوله او الدوله الفلسطينيه هي فكره هي وقودها الحق في المقاومه والتي ادت الى الراديكاليه والى تدهور الاوضاع والذي خلق فضاء لايديولوجيات تقوم عليها حماس وأفضل حل لوضع حد لهذه الإيديولوجية أو الفكرة هي إيجاد فكرة أحسن وأفضل. فعاله اكثر الاشخاص طبعهم بشري في كل مكان يريدون امنا وسلاما لهم ولاطفالهم وليس ان يدخلوا في صراع وفي خلافات لاي سبب كان اذا السبب هو الاحتلال عندما تتكلم عن الاحتلال تتكلم عن عدم وجود السلم فالفكره واضحه هنالك الفكره تواجد الشعبين والدولتين هي واضحه الافكار هذه واضحه هنالك خليط في الافكار ولكن السهل ان تجد فكره افضل يجب ان تركز على ازدهار المنطقه وعلى نموها وليس على حسب المعاناه الانسانيه لذلك نامل ان كل هذه النقاط سوف ترفع الكلام عن السلم او الافعال لتحقيق السلم الاجراءات ليس ما نحتاجه حاليا لقد كنا في اجراءات لمده ثلاثين سنه ما نحتاج الان الى تنفيذ وتطبيق نحن نعرف ان هنالك مقاييس ومصطلحات تستعمل حل الدولتين ان هنالك تضارب في هذا الامر ما هو ينقص هو ال النيه الذاتيه للدولتين بحد ذاتهما ان يتقبلا بعضهما البعض وهذا ما يعزز القيم التي يطمح اليها الجميع نفس القيم التي تطبق في اوروبا وما الى ذلك، اذا لماذا يريد الفلسطينيين ان يبقوا على على هذا الحال الثابت ونقص الدعم غير المبرر وطموح الغير مبرر. شكرا جزيلا لك ربما قد نعود الان الى رئيس الاجتماع. السؤال الموالي لدينا سؤال من الجمهور تخفيف أو الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية أو تخفيف أو تقليل قد فشل سياسيا إذا ما قامت بذلك عسكريا هل قد يكون هنالك فرق هل هنالك أي تعليقات؟ هل الوحدة بالنسبة لكم هل توحيد هذا بالنسبة لكم يمكن فقط تحقيقه بشكل عسكري إذن لا أولا وقبل كل شيء نحن متوحدون ليس فقط على هذه المنصة ولكن نحن متوحدون في ممارساتنا وفي وجهة نظرنا إذا لن ننسحب أو, أو لن ننجر إلى سلسلة هذه الهجمات والهجمات المضادة هذه سواء على منطقة أو وضع الضفة الغربية أو المنطقة ككل الحل هو وقف إطلاق النار كما قلت هنالك أسئلة طرحت في البداية أنه تمت أو تم فشل التخفيف أو تقليل نعم لم يكن مستمرا وذلك هو السبب لتحقيق هذا الهدف والتحول إلى أو التنقل إلى العمليات العسكرية هو ليس حلا سوف نواصل جهودنا تجاه تحقيق السلام بهذه الطريقة شكرا جزيلا